ضربة البداية لمن ستكون لأي الحارسين، والمفارقة في المباراة أن حارسي الناديين كلاهما يرتدي إشارة القيادة لناديه بين تفرق زينة. صافرة البداية بين أقدام الأزرق كونكورد والبداية إدريس أتشام إلى عمر مبارك، الفت المتألق عمر مبارك الذي يتجاوز الجميع، يتوغل عمر ويخسر الكرة تخرج نادي كينغسون واكشوط. الركنية الأولى والتنفيذ من حوبت لكن افتقدت الراسية. كرة طويلة في العمق بحثا عن حوبت، حوبت 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 والمحاولة لكن التغطية الدفاعية أخيرا لجواد محمد خي في تنفيذ الخطأ دائما من على مشاري في منطقة منتصف الملعب. حوبت والبحث عن الراسية والمتابعة والإبعاد للكرة رغم نفسه، رغم أن المستوى والطريقة لا يزال الشاق وطويل ولديه الكثير من العثرات والمحاولة لكن كرة تبعد وتخرج وتحافظ على الكرة إلى من كرة طويلة في العمق الرأسية وحوبت في المتابعة لكن صافرة وخطأ ودقيقة يتيمة مضافة كوقت بديل في الشوط الأول. صافرة نهاية الشوط الأول من عبد العزيز بوه معلنا نهاية الشوط الأول من دون أهداف ما بين كينغسون واكشوط والكونكورد في انتظار الحسم في 45 دقيقة الأخيرة. نفس التشكيلتين يدخل بها الفريقان. هنا حوبت وأولى المحاولات والتوغل والتسديد من بعيد، يا الله والله لعدت نصفق يا دني نغني ونرقص ونبربر ونعبر بكل أنواع الفرح والغبطة والجمال. ما هذا يا حوبت؟ هنا نشاهد التسديد الرائعة والرأسية كذلك والتعامل السريع والترويض من حوبت الذي وضع الكرة في الشباك. تنفذ الكرة بشكل سريع عمر مبارك والرأسية لكن كرة تخرج. الكرة خي يحافظ على كرته يتقدم يسقط تعود الكرة إلى عناصر عمر مبارك وهدف التعادل. نعم هدف التعادل لنادي الكونكورد في هذه اللحظة عن طريق فتى آخر جميل عن طريق عمر مبارك. يرضى بغير الريادة، لا يرضى بغير أن يظل في أمين أندية الصفوة. الرأسية تقطع هدف الثاني، يا الله هدف من الشيخ سعدنا في هذه اللحظة. ماذا يحدث في دقائق هذه المباراة المجنونة؟ هنا الإعادة وهنا ارتطمت الكرة برأسي مختار سيدي مع طلال جبريل والبحث عن الثالث. هنا التوغل، هنا الترويض، هنا الهدف الثالث، لا هنا مباك يتألق. يا الله ما الذي يحدث؟ ماذا يحدث بالطبع؟ ماذا كوقت بديل عن الوقت الضايع وبطاقة أخرى ربما في وجه مدافعي نادي كينغسون واكشوط الشيخ فال الذي يعترض منذ بداية المباراة. والصافرة تبوه مختار سيدي سالم مختار والتصدي الرائع من مباكي جاو. مباكي يتألق ويصد هذه ركلة الجزاء وبطاقة صفراء لمختار سالم. صافرة نهاية المباراة معلنة تأهل نادي الكونكورد واللحاق بركب المتأهلين إلى ربع النهائي وخسارة ملوك العاصمة واكشوط بهدف مقابل هدفين.